الزمالك بيتمكن من هزيمة الأهلي بنتيجة 26-25 وبيتأهل لمواجهة الترجي، وأنا بتكلم هنا على نهائي بطولة إفريقيا لليد. هذه البطولة اللي ما أقمتش من نسختين، والزمالك هو حامل اللقب بتاعها. المسابقة اللي أقيمت في كاب فيردي في 2019 وتمكن الزمالك فيها من الحصول على هذا اللقب. اليوم يعني في الثواني الأخيرة الزمالك بيحسم هذا المكسب وبيتمكن تمكن من الوصول إلى النهائي ليضرب موعدا مع الترجي في نهائي هذه البطولة. الشوط الأول كان فيه نداية كبيرة جدا جدا وانتهى كان بالتعادل 13-13، والزمالك نجح انه خلص المباراة زي ما هو ما عايز. من المفروض انه الزمالك والترجي اللقاء ده هيقام يوم 9 أكتوبر بمشيئة الله، والمباراة هتبتدي الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. زي ما قلت حضراتكم البطولة لم تقم في آخر عامين، والزمالك هو صاحب الاخر نسخه وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بها ب 12 مره. ده على صعيد كره اليد، وعلى صعيد تالق فريق كره اليد بنادي الزمالك اللي دائما وابدا عنده تخصص فيما يتعلق بهذه الجزئيه تحديدا. ماذا حدث في الزمالك كرويا اليوم؟ نتابع مع حضراتكم. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فلامبو بطل بوروندي في دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا. من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل. هذا وقد حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا على تخفيف الحمل البدني خلال التدريبات الجماعية. خاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة طبقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني للفريق. ركز فيريرا على الجانب الفني قبل مواجهة بطل بوروندي لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق. يريد فيريرا وصول اللاعبين للجاهزية التامة للظهور بشكل مميز أمام بطل بوروندي. منح فيريرا الثلاثي إبراهيم نضاي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا تعليمات خاصة على هامش التدريبات الجماعية. قام فيريرا بالحديث بشكل سريع مع الثلاثي بخصوص بعض الواجبات الهجومية المراد تنفيذها خلال المران في الكرة الثابتة والمتحركة. كما قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف روي أجواش المدرب المساعد، والثانية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام. تم التركيز في هذه الفقرة على التمرير السريع في مساحة صغيرة من الملعب في ظل وجود عملية الضغط. كما واصل عبد الله جمعة لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية. خاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الأنكل. نسبة كبيرة الإصابة بتهدد تواجد الونش مع الزمالك في مباراة فلامبو البروندي. الفرص بتتقلص شيئا فشيئا لأنه الراجل كان مصاب وبيخضع لبرنامج تأهيلي علشان يتجهز للمرحلة الجاية، فقد لا يكون متواجدا في هذا اللقاء. طيب عمرو السيسي القصه بتاعته عامله ازاي؟ الحقيقه كان سيد مرعي وكيل اللاعبين كان اتكلم معانا على الهواء مباشره، وهي التصريحات التي لقت صدى كبيرا فيما يتعلق بانه عمرو السيسي سينضم او اقترب من الزمالك. شويه تفاصيل كده خليني اقول لك عليها. انه الزمالك جهز الشيكات الخاصه باللاعب، جهز 15 مليون جنيه لضم اللاعب خلال فتره الانتقالات الحاليه، إلا أنه حصل شوية تعطل في موضوع الصفقة بسبب ظهور نجوم المستقبل واللي عنده يعني بند في الاتفاق ما بينه وما بين طلائع الجيش على 50% من موضوع إعادة البيع. بس خليني أقول لك أنه المواضيع اللي بالشبه ده أو بالشكل ده هتخلص يعني، وهي الفكرة بس أنه الزمالك ينجح في الوصول إلى اتفاق نهائي مع طلائع الجيش في هذه الجزئية. إنما فيما يتعلق ما بين نجوم المستقبل وما بين طلائع الجيش أعتقد أنه الاتفاق هيبقى أسهل مما يمكن.
طيب اخر خبر عندي في الزمالك انه الزمالك بيفضل اعاره شبانه الى سموحه بسبب قائمه الانتظار. وانا يمكن كنت اتكلمت مع حضراتكم انه شبانه الراجل شايف انه مش في احتياجاته لهذا الموسم، وهو كان الزمالك جابه وما لعبش وبعدين اعاره بسبب طبعا غلق القيد، دلوقتي خرجوا مره تانية الى سموحه. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لشبانه ويظهر بمستوى طيب.